يوم 7 ماي 2020 لغاية 26 جوان 2020 سيد مقيم بفرنسا. باهي. وقع إعلان يوم 25 جوان قبل بنهار من رجوع السيارة بتحرير محضر ديواني للسيد، مسكوا مبلغ مالي تونسي فوق ال 5000 دينار. باهي. مشيت عطيت كلمتين، قالوا لي أنت شكون تعرف الحريف؟ عطيت كلمتين، قالوا لي من غدوة بعد غدوة باش تعمل رفع مطلب رفع حجز وتهز كرهبتك. من يوم 26 27 جوان اليوم يعني عندنا 49 يوم وكرهبتي في المستودع البلدي بملولش ولايه مهديه. الى حد الان ما نجمش تراجع السياره. الى حد الان كرهبتي في السيزون معناتها خلص الكيمبات نتاعها وكرهبتي في الفوريال. قلت نطيش في الفوريال حسابي يعني. الحريف اللي صور السياره ما عندوش قضيه عدلي محضر ديوان، ديجا سافر وسايت في فرنسا تو. السياره نتاعي في الحجز. معناتها الراجل اللي تشد اللي معناتها هو اللي يخدم من عندك الكهرباء سافر ومشى رجع لحياته الطبيعيه في فرنسا وانت كرهبتك اليوم مازالت محجوزه. السيد سافر في فرنسا ينجم يثبتوا، سافر في فرنسا ما عندوش قضيه عدليه في الغرض. قضيه اللي انت السياره علاش توا محجوزه سي مراد؟ على خاطركش احنا قطعنا كلا السيارات ولينا واحد كيهز فلوس وكهرباء يس حاجه اني مسؤول عليه. انت كي انت كي تواجهت للسلطات المعنيه شنو يجاوبوك؟ علاش الكرهبه لليوم مازالت في الفوريه؟ مازال خاطرش فلوس تونسيه ما نجمش نعمل محضر صلح. ومحضر صلح بين قوسين هذا قانون جديد وعملوه ما نعرفش كيفاش تعمل. علاش انت تعملوا محضر الصلح الفلوس تبعتك انت هي؟ اي قال لك محضر الصلح تعمل وتدفع 10% من قيمه المحجوز. كي تشد هو محجوز ماهوش نتاعك الكرا. مش نتاعك بالطبيعه انت السيد عندك عقد كرا فيها من الى السيد هو المسؤول على السياره في قضيه عدليه قضيه مروريه معناتها تو غدوه نجم واحد يعمل حادثه بسياره معدل الكراء مولا الشركه هو اللي يمشي يتحاكم على حسابك. انا 49 يوم نمشي من بلاصه لبلاصه انا الصيف وانا نمشي من بلاصه لبلاصه ندور نمشي نشوف كارتي في الفوريا تتعدى مركز مالولش ونقول لك مش تبعتني تبع مهديه نمشي المهديه يقول لك بعثناها لدارة الجهويه بسوسه، نمشي لدارة الجهويه بسوسه يقول لك عملنا استشاره في تونس، الاحاله من 11 جويليا لتونس قالوا شي يهزوها لتونس، التوا ما فما حتى شيء، التوا انا كنافيك ديجا من المستير قد سوسه تنق قدام الديوان نهار كامل، ومن بعد نروح ما فما حتى شيء، ما تعرفش حتى الكلش تمشي، مشيت للوكيل الجمهوريه في المهديه كيف كيف معناتها عملت مطلب رفع حجز عملت محامي غادي محامي في مستير هي بيدها يقول لك الديوان لازم تقدم طلبات. أنا شنو ذنبي في الطلبات اللي باش قدمهم الديوان هذا؟ يعني أنا أجرت سيارة. أنا ما عنديش فلوس فيها 23 مليون تونسية هذوما، السيارة قيمتها أكثر من 23 مليون تونسية. حتى الديوان اليوم تفك لنا السيارة حتى تدفعني 10% حتى السيد يجي يخلص، السيد هو شرف حاجة السيد. وأنا سافر معناتها ما كانش عندك به اتصال أنت السيد هذا اللي من عندك الكهرباء؟ الحريف عندي به اتصال وكلمته للبارح نكلم فيه على على الميسنجر السيد في فرنسا قالوا شنو موقفه هو شنو موقفه من الاشكاليه اللي تحكي لك انت فيها؟ فلوسي باش ناخوهم ماني قال لك انا فلوسي عندي ما يثبت جبتهم قدمت الوثائق قانون في تونس يقعد القضيه تنجم توقف حتى 3 شهور 4 شهور انا مش نعطل مصالحي اروح لفرنسا قال لك يعيطوا لي في المحضر يعيطوا لي في المحكمه تنجي ما يعيطوليش في المحكمه نخدم على روحي في فرنسا وانا سيارتي موجوده تمشي باش تحكي يقول لك ما رايشكي بالحريف ما عنديش حتى يثبت لي سيارتي موقوفه بذمه الحريف، السياره مش نتاعه، السياره نتاع الشركه. مفهوم. يقوم يزم يقوم بقضيه الحريف، الحريف في فرنسا. وانا سيارتي معناتها سيارتي 3 شهور واقفه في الكوفيد 19 كما صارت الشركات الكل. اي. ومن بعد يجي موسم صيفي باش نخدموا فيه 49 يوم موسم صيفي الكل السياره من نهار 26 25 جوان لهذه الساعه سيارتي في مستودع البلدي بملولش. بولاره مكسر مضروبه على جنب. ومقيده في المحضر هذا الديوان طيشه غادي مش مع تبع شكون مسؤول عليها توا الديوان ولا البلديه ملولش كل واحد يقول لك في البلاصه الفلانيه دونك انت قعدت اليوم بين 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 المناطق بين الادارات هذوما الكل الدور تحاول باش تسترجع السياره سيدي عبد الحميد سيبت بالرؤيه في ماينا مستير وقع سيدي عبد الحميد في كلمه الزر قعد في كرهبتي مش فاهم ونش نمشي نمشي لمحكمه سوسه محكمه مهديه نرجع للاداره الجهويه للديوان في سوسه شو النداء اللي تحب توصله اليوم سي مراد؟ اللي احنا نداء اللي احنا رانا ككراء سيارات راك كقطاع رانا ماناش مسؤولين عن حريف
رانا نتقصاو مع جوستومون. الحريف سامحني سي وتبقوا مراد، فيه. انتوما قطاع منظم نورمالمون، عندكم نقابات وعندكم غرفه تابعه لوتيكا، معناتها ما عملت ما مشيتش قلت لهم اتصلت شنو اتصلت قالوا لك؟ نقابتنا ما لقاتش حل، نقابتنا ديجا جبتوا واحد في برنامج عندك عندكم انتم ما لقاتش حل. كي تكلمت البارح يقول لك عندكم الله يجبد لك على القطاع نتاعكم، قطاعكم انتم عندكم عباد في القطاع بيدو شراء السيارات. يتعامل مع جماعه معناتها متابعين الكونترا، كل كانت ديوانه تعرف جماعه تابعين الكونترا ويأجروا في السيارات، ما تنجم تقدم بهم قضيه. يقول لك اليوم الديوانه ما نجموش نغيروا خاطر فما، انا بحكي كلمت مع سي حبيب معاويه يقول لك راهو كلمنا الديوانه حبينا نبدلوا في القوانين هذه ونشوفوا كيفاش تتحسن وتتبدل. قال لك فما شكون عنده شركات كراء السيارات وهما ديجا يكيو لجماعه كناتري. سامحني انا كي يجيني واحد كناتري كيفاش نعرفوا كناتري يعني. انا كي يجيني مواطن تو كيما عايش في فرنسا يهبط لي من المطار المنستير نمشي نعرضه في المطار ناجر له سياره يطلع يهز سوق 23000 دينار تونسيه، تفك الكهرباء وتفك السياره فلوس تتفك. والفلوس 23000 دينار شنو علاش كان هزها؟ 23000 دينار تونسيه قالوا كي شدوه لحارسهم من الاول قالوا الفلوس منين جبتها؟ وقفوها سكر تشويش، هو توقف ديجا لتها سكر تشويش من غدوة عيطوا للحرس الديواني القضية ولات عند الحرس الديواني قالوا جيب لي اثبت فلوس من جبتهم. شفت انا وياه مد قدامي وراقي نتاع البنكة نتاعه وقدمهم قالوا الفلوس اش تعمل بهم؟ هز البنية نتاعه وصورها عند عبد المنفذ والدوسي كل موجود عند الديوان في مهدية. قال ما نبني بهم انا جبتهم خاطر معناتها مش فلوس نتاع حرقة ولا نتاع تهريب ولا هو مقيم بفرنسا ومد جاب ما يثبت. أنا يعني مانيش ندافع عليه، هو يتحمل مسؤوليته، جاب ما يثبت قدامي الأوراق اللي مدهم قدامي في الديوانة. وديجا غادي يطمنونا قال ما دام فلوسه هاو ما ظاهرين منين، السيد لهنا من 22 فيفري جاء وحل في تونس، عنده مرة ما يبني فيها، جاب فلوس توانسة، فلوس أجنبية صرفها، عنده فلوس توانسة لهنا. أنا يعني مش نحز عليها، مع الحريف غالي، باش تدور ب 23000 دينار فوقك ماهيش حاجة عادية زاد. شدوه في الليل 23000 دينار، أنا يعني غير مسؤول على 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 حريف كلام من أجل مني سيارة. انت تقريبا قداش الخسائر اليوم اذا كان نحكي على 49 دينار الكهرباء هذيا مازالت محجوزه في الفوليه؟ نحسبوا 49 يوم، نحسبوا عندي شهرين ندفعنا في الايجار المالي، خلص الايجار المالي تاعها. وهي راقبه. عندي شهرين وهي راقبه، هي في ومازالت خاطرش فما عباد خرجك ونجي وتعرف توا الصيف معناتها حسب ما توا علاش وصلت تكلمت في الاذاعه حسب ما هيك هذول اللي تخرج في جانفي الكهرباء. جانفي شكون اللي قال لك انها تنجم تخرج في جانفي؟ مادام الناس كلها تمشي توقعات يعني توقع مادام وين تمشي تلقى عباد خارجه كونجي وحنا عندنا مشكله في تونس هنا الكونجي طول مش يخرج مسؤول ما يعطيش الباساسيون لغيره تقعد مكاك. واضح، شكرا لك، احنا نشكرك برشا سي مراد. والحاجه في ثقتك في زوم 73 وفي نجمه فيم يعطيك الصحه وان شاء الله صوتك يكون وصل. واحنا باش نتصلوا بالاداره الجهويه للديوانه وان شاء الله في نهار الجمعه نرجعوا نشوفوا شنو هو الحل في الموضوع. ان شاء الله بارك الله فيكم، يعطيك الصحه سي مراد، شكرا لك، ان شاء الله نهارك زين. احنا مع سي مراد هكا نكون وصلنا لختام الصبحيه. ريم الكلمه الاخيره لك انت. الكلمه الاخيره انا اللي باش نبعد بيك شويه من المشاكل ومن الكوفيد ومن الاشكاليات هذي والفلوس اللي انت قلت لي تحكي عليها من المصباح. اخر حاجه نحب نقولها، نحب نشكر برشا عباد اللي كلمونا على التليفون هوني في نجمه والا تكلمونا احنا اون بريفي، واللي قاعدين كل يوم تقريبا يعطيو فينا في مواضيع وكل، ولكن زاد على غيابنا ثلاثه جمعات هذمك برشا اتصالات واحنا في اول نهار ما شكرناهمش فرصه. اليوم انا حبيت نشكر العباد الكل اللي سالت علينا واللي فرحت برجوعنا نهار الاثنين، دونك ميرسي بوكو، ان شاء الله نكونوا عند حسن. شكرا لك ريم، شكرا لك باسم زاده كيف معنا في الاخراج، يسرى شبح كانت في نقطه خارجيه اليوم والتيران الكل بالحق، برافو تحيه ليسرى، الدنيا سخونه برشا اليوم عليها وهي موجوده، مازلت نسامي مش ناسي محمد علي دكدوك من المستير واسمه زريبي في الاخبار، وما ننساوش صايم زاده كيف التوثيق تصاوري كي تلقاهم على الباج فيسبوك. رونديفو غدوه ان شاء الله في زوم 73 ثلاثه سوايع مش ساعتين كهوا وكا ولا ريما، غدوه خميس هكا مانيش غلط. دونك احتفالا بعيد المرأة ان شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بخير، ريم كل عام وانت حية بخير، البنات ونساء اللي موجودين في الراديو الكل ونساء اللي يسمعوا فينا الكل ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير وكل عام وانتم منورين. غدوة نحتفلوا مع بعضنا، استنونا في برمجة خاصة ان شاء الله في زوم 73 ان شاء الله، شيء طيبة وباي باي في لامينا. وهي ايه الدنيا غير ويا